الموت لا يعني هذا المفهوم الساذج الظاهري الذي نشاهده عندما نشوف ميت، يعني فقد كل شيء، يعني انتهى. هذا مفهوم ساذج للموت، هذا مفهوم سطحي للموت. الموت في المنطق الديني لا يعني هذا المعنى، وإنما الموت يعني الانتقال من نشأة إلى نشأة ثانية وليس أكثر من ذلك. وفي هذه الآية الكريمة الواردة في سورة الملك الله تعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت مو معناته أمر عدمي، لا، مخلوق. شلون أن النور مخلوق من مخلوقات الله، الجماد مخلوق من مخلوقات الله، النبات مخلوق من مخلوقات الله، الموت أيضا مخلوق من مخلوقات الله. الآية صريحة في هذا المعنى: الذي خلق الموت والحياة. الحياة مخلوقة، الموت أيضا مخلوق. وهنالك رواية يرويها زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في هذه الرواية يقول: الحياة والموت خلقان من خلق الله. الله تعالى له مخلوقات كثيرة، من جملة مخلوقات الله الموت، فهو مخلوق. لا يعقل أن يكون الأمر العدمي مخلوقا، العدم لا يعقل أن يكون خالقا ولا مخلوقا ولا علة ولا معلولا ولا فاعلا ولا منفعلا. الموت والحياة خلقان من خلق الله. الإنسان ينتقل من نشأة إلى نشأة ثانية، مثل واحد ساكن في بيت ينقل من هذا البيت إلى بيت ثاني، ساكن في مدينة ينقل من هذه المدينة إلى مدينة ثانية.